بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الطلبة والطالبات، نلتقي معكم اليوم في درس من دروس لغتنا العربية بعنوان حوار بين الشمس وأشعتها، الجزء الثالث للصف الثالث الابتدائي. فأهلا ومرحبا بكم وبالتوفيق بإذن الله. بداية نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن أولاً يقرأ النص قراءة جهرية معبرة، وثانياً يفسر المفردات الجديدة تفسيراً صحيحاً، وثالثاً يستنتج الأفكار الرئيسة والتفاصيل من النص. نستذكر معاً أحبائي عنوان درسنا، ألا وهو حوار بين الشمس وأشعتها، للكاتب الدكتور صبري أحمد نصرة. هيا بنا ننطلق. والآن أحبائي، هيا بنا نراجع ما درسناه سابقا. سأطرح عليكم بعض الأسئلة. أولا، الشمس نجم أم كوكب؟ هيا أجيبوني، الشمس نجم أم كوكب؟ هل تذكرون ما قلناه في الفقرة الأولى من درسنا؟ أحسنتم، الشمس أحبائي هي نجم ملتهب شديد الحرارة. أحسنتم. السؤال الثاني، ما فائدة شعاع الشمس الأول؟ إلى أين اتجه الشعاع الأول وما فائدته؟ هيا أسمعوني. أحسنتم، لقد توجه نحو الأطفال وزود أجسامهم بفيتامين د اللازم لنمو العظام والأسنان. بارك الله فيكم. حسناً، وما فائدة الشعاع الثاني؟ ما فائدة شعاع الشمس الثاني أحبائي؟ إلى أين اتجه؟ هيا أسمعوني. أحسنتم، اتجه نحو الحقول وزودها بأشعة الشمس حتى تنمو النباتات ويزداد المحصول. بارك الله فيكم. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا لنقرأ مجموعة من الكلمات حتى تكون قراءتنا اليوم ممتازة. هيا بنا، أسمعوني أصواتكم. الكلمة الأولى، هيا معي، اليوم. اليوم، اليوم. هيا بنا لنقوم بتهجئة هذه الكلمة. اليوم، ألف لام ياء واو ميم، اليوم. أحسنتم. الكلمة الثانية، هيا معي، العمل. العمل، العمل. أحسنتم. الكلمة الثالثة، هيا اقرأوا معي، المتأخرين. المتأخرين، ركزوا على الشدة على حرف الخاء. هيا معي، المتأخرين. أحسنتم. هيا نكمل القراءة يا أبطال، هيا معي. وأضاف، وأضاف، وأضاف. الكلمة الثانية، هيا معي، لتبدأ، لتبدأ، لتبدأ. هيا لنقوم بتهجئة هذه الكلمة، لتبدأ، لام تاء باء دال، همزة متطرفة على الألف، لتبدأ. أحسنتم. هيا معي، أرادت. أرادت، أرادت، أرادت. أحسنتم. والآن عزيزي الطالب، أريد منك أن توقف مشاهدة الفيديو وتفتح الكتابة على الصفحة 97 و98 وتقرأ الفقرات التي درسناها سابقا. اتفقنا؟ حسناً، دعونا الآن ننتقل إلى فقرة جديدة من درسنا. هيا نقرأ معاً. افتح الكتاب صفحة 98، حوار بين الشمس وأشعتها. وأضاف الثالث، تسللنا عبر النوافذ وداعبنا وجوه المتأخرين عن العمل، فدب فيهم النشاط ونهضوا إلى عملهم. دعونا نكمل القراءة، هيا معي أحبائي.
أرادت بقية الأشعة أن تقص على الشمس ما فعلت، لكن اليوم التالي كان قد حل، وعليها أن تنطلق لتبدأ من جديد. حسناً أحبائي، هيا بنا لنفسر مفردات هذه الفقرة. هيا معي. وأضاف الثالث: تسللنا عبر النوافذ وداعبنا وجوه المتأخرين عن العمل، فدب فيهم النشاط ونهضوا إلى عملهم. حسناً أخبروني، ماذا قال الشعاع الثالث؟ ماذا قال؟ أحسنتم، تسللنا عبر النوافذ وداعبنا وجوه المتأخرين عن العمل. ولكن يا ترى ما معنى تسللنا؟ ما معنى تسلل أحبائي؟ ما معنى تسلل؟ هيا. أحسنتم، دخل، دخل برفق وهدوء. انظروا أحبائي، ها هو شعاع الشمس تسلل عبر هذه النافذة وذهب إلى وجوه المتأخرين عن العمل وانعكس على وجوههم حتى أيقظهم. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ دب فيهم النشاط. أحسنتم، ولكن ما معنى دب؟ دب، دب فيهم النشاط. أحسنتم، بدأ، بدأ فيهم النشاط ونهضوا إلى عملهم. حسناً، أرادت بقية الأشعة أن تقص على الشمس ما فعلت. هل تذكرون كلمة تقص؟ هل تذكروها؟ لقد ناقشتها سابقاً. ما معنى تقص؟ ما معناها؟ أحسنتم، تحكي. إذن أرادت بقية الأشعة أن تحكي للشمس ماذا فعلت، لكن اليوم التالي كان قد حل. ما معنى حل؟ ما معنى حل؟ أحسنتم، جاء أو بدأ، وعليها أن تنطلق لتبدأ من جديد. إذن أحبائي، أرادت الأشعة أن تقص أو تحكي للشمس ماذا فعلت، ولكن اليوم التالي كان قد بدأ، وعلى الأشعة أن تبدأ من جديد وتنطلق نحو الأطفال ونحو الحقول ونحو المتأخرين عن العمل. والآن أحبائي، هيا بنا لنتعرف على أفكار النص. حسناً، عما تتحدث هذه الفقرة أحبائي؟ ما الفكرة المناسبة لهذه الفقرة يا ترى؟ ما الفكرة المناسبة لها؟ أحسنتم، فائدة الشعاع الثالث. وما هي فائدة الشعاع الثالث؟ هيا أخبروني. إنه، أحسنتم، يوقظ النائمين لينهضوا إلى عملهم بجد ونشاط. بارك الله فيكم. هيا بنا أحبائي نتابع التعرف على أفكار النص. حسناً، هذه الفقرة أحبائي، ما الفكرة المناسبة لها؟ عما تتحدث هذه الفقرة؟ ما الفكرة المناسبة لها؟ أسمعوني. أحسنتم، الفكرة المناسبة لهذه الفقرة هي انطلاق أشعة الشمس لتبدأ يوماً جديداً. بارك الله فيكم. والآن أحبائي، افتحوا الكتاب المدرسي على صفحة 100 لنجيب عن هذا السؤال. أختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. المقصود من كلمة دب في عبارة ودب فيه من نشاط هو قل، بدأ، توقف، تباطأ. هيا يا أبطال، ما معنى كلمة دب؟ لقد ناقشناها اليوم. ما معنى دب؟ أسمعوني. أحسنتم، معنى دب هو بدأ. بارك الله فيكم. هيا بنا نتابع الإجابة عن الأسئلة. افتحوا معي الكتاب صفحة 101. هيا بنا نقرأ السؤال قراءة واضحة. أختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. الفكرة الرئيسة في النص هي
مساعدة الشمس للنبات على النمو. أهمية الشمس للأرض والكائنات الحية. تزويد الشمس للأجسام بفيتامين د. تزويد الشمس المخلوقات بالدفء. يا ترى ما الفكرة الرئيسة لنص حوار بين الشمس وأشعتها؟ ما هي؟ أحسنتم، هي أهمية الشمس للأرض والكائنات الحية. أحبائي، الآن جاء دوركم. عليكم أن تفتحوا الكتاب صفحة 102، وبعد الاستماع لكامل الدرس ستقومون بحل هذا السؤال بأنفسكم. أنتم أبطال، وأنا واثقة أنكم ستقومون بالإجابة عليه بطريقة ممتازة. حسناً؟ أحبائي، نتذكر أن الشمس تشرق فيستيقظ الناس ليقوموا إلى أعمالهم بنشاط وهمة. ونتذكر أن أشعة الشمس تستمر في أداء عملها كل يوم. تذكر عزيزي الطالب التقييم، فلا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس، وكذلك الإجابة عن أسئلة التقييم الأسبوعي لما تعلمته هذا الأسبوع، ثم إرسال الإجابات إلى معلمك. هكذا أحبائي، نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم. نلتقي معكم إن شاء الله في الجزء الرابع من درس حوار بين الشمس وأشعتها. على الخير، نلقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.